السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إخواني بفيديو جديد أتكلم عن توزيعات لينكس وخربيط لينكس مرة ثانية. على فوام بخربيط اليوم مع توزيعة البي سي لينكس فول مونتي. اسمه فول مونتي طبعا تستخدم واجهة الكي دي اي تمام. بس قبل ما أدخل بالتوزيع خلنا أدخل سريعا على آخر فيديو سويته وبعض الشباب اللي سأل وما سأل سبحان الله وعافاك. على فكرة أيمن هذا يعجبني دائم خلاص ما يحتاج يعبر بس يحط وجه هذا يأكل بلصة أكثر منها شكرا. وين رابط التوزيع قررنا نجربها يا حبيبنا. رابط التوزيع اكتب بالجوجل بي سي لينكس وأول رابط راح يصل لك هو البتاع. طيب هنا يقول لك ما بعرفش ليش حاطين استماع الموسيقى في قائمة التعليم. شكل التوزيع تحتاج المزيد من التنظيم والتحسين. بالنسبة للإكس شات نادرا ما استخدمه بالسر وبشرك اني ضغطت على زر الاعجاب افرح يا سيدي. طيب فينكس او فونكس زي ما بدك. طيب خلونا من الفينكس اليوم والفونكس او ندخل على شيء ثاني مختلف اللي هو الكي دي اي عفوا البي سي لينكس فول مونتي. خلنا نسجل دخول بسم الله. طبعا المقدمة بس الكي دي اي مو على اي جهاز تشتغل تحتاج الى مواصفات عالية شوي يعني مواصفات الجهاز العادي الافتراضي ممكن تشغل بس اقل من الافتراضي يعني مثلا رام 512 ممكن تشتغل لكن بتسبب لك بعض المشاكل. بالنسبة للتوزيع هذا الان انا مشغل على الفيرتشوال بوكس. الخصائص اللي اعطيتها خلوني اتذكر اعطيتها 1 جيجا رام وادري كم اعطيتها معالج بس عموما المعالج اللي عندي اصلا كورت فيديو يعني ما راح تاخذ أكثر من 1000 أو 1500 سرعة يقول 2000 يلا فتح. طبعا بسم الله مثل ما أنتم شايفين طبعا عدلت موضوع الشريط هذا ما كان موجود بس يعني يحتاج تلعب شوي. الشريط الافتراضي جاي هنا موجود تمام. في عندك أسطح مكتب متعددة. السطح الأول خاص بالأوفيس أعتقد اسمه الإنترنت وبعدين في سطح مكتب ثاني. طبعا هذا الميزة موجودة بالكي دي اي بحيث أنك ممكن تسوي الأسطح مكتب افتراضية كثيرة يسمونها virtual desktop. هذا سطح المكتبة الأول راح فيه انترنت فيه هنا متصفحات وفيه يعني فايرفوكس كروميوم جوجل ايرث كيميل اوبرا ثندربيرد. فيه هنا الشات برامج الشات فيه هنا شيرينج تمام. لو رحنا لسطح مكتب ثاني هذا سطح مكتب الاوفيس فيه برامج اوفيس هنا فيه هنا محررات فيه هنا ادوات ممكن تستخدم ملاحظات وغيره. في عندنا سطح مكتب ثالث اللي هو جيمز طبعا ما برأي ألعابنا لكنه في بعض الألعاب هنا وفي هنا بعض ما أدوش صراحة كاردبورد. عموما هذا سطح مكتب الألعاب. سطح مكتب الرابع المالتي ميديا مثل ما أنتم شايفين هنا برامج التشغيل الصوت والصورة هنا برامج الفيديو تمام. هنا صوت بس. طيب سطح مكتب الجرافيكس هذا المكان المصممين عموما في هنا برامج تصميم مثل بلندر جيمب. في عندك هنا ادوات ممكن تستخدمها هنا فيها ادوات للصور تنظيم الصور وغيره. السطح المكتب الاخير اللي عندنا سيستم في ادوات تنظيم للنظام مثل اعدادات سطح المكتب وغيره. الان هذا بالنسبه لسطح المكتب او اسطح المكتب. نجي نشوف البرامج. طبعا المعروف التوزيع هذه انه تقريبا كل البرامج اللي قابل للاستخدام او اللي يعني تستخدم او اللي ما تستخدم موجودة. فخلونا ناخذ مثال مثلا حطينا مثلا على البسيكا موجود بسيكا خلينا نبدا فوق احسن مور ابلكيشنز. لاحظ نبدا من اكسسبيليتي تمام. لاحظ في اكسسبيليتي في عندك الكوميونيكيشنز كونفيجريشن لاحظ كثرهن داتابيسز في عندك ايدكيشن خلينا نشوف الايدكيشن موجود مشان الموسيقى ولا ايش ايدكيشن موجود برنامج بانش مشان الموسيقى ما ادري ليش. نفس الخطة موجود بتوزيعة فينكس موجود بمشغل موسيقى عفوا في إيميوليترز اللي هن يعني أشياء محاكاة أو مثلا أنظمة افتراضية غير يعني. هنا في فاينسيز اللي هي الأشياء المالية طبعا الحمد لله أنا ما في هنا مراقبة النظام في الطبيعات في الساينسيز طبعا لو تدخل هنا في تلقى حاجات مثلا للعلم أو العلوم. في هنا تيرمينالز في هنا أذرز ممكن تستخدمهم في صنجافة طبعا محتاج أرشيفينج ندري وش برامج الأرشيف حلق اسطوانات وغيره دوكيومنتيشن هنا في بعض الأشياء
دوكيومنتيشن ايش معنى دوكيومنتيشن؟ شوفوا الدوكيومنتيشن ما ادري شو اعطيك معناه بالعربي، بس انه الاشياء اللي مثل ما تقول فكره عامه او كتالوج او شغله زي كذا، يعني تدش مسجل يطلع لك كتالوج، تدش لابتوب يطلع لك كرتون. طيب فينا محررات. لاحظ محررتها موجوده طبعا الكيت او الكي رايت، هذول طبعا افتراضيات مع الكي دي اي. مؤخرا اعتقد صاروا يستخدمون الكيت. الفايل تولز، لاحظ كثر الادوات او يسمونه مدير الملفات فايل مانجر. تمام. في الدولفين، عفوا في الدولفين، طبعا الدولفين هو الافتراضي بالكي دي، وفي كونكوير، في باقي الاشياء ممكن لك تصفح تفرج عليها. عندك بعض الالعاب الله يستر شفت اللي قبل شوي هذا ما قدر تشوفونه، في عندك العاب طبعا منظمه بشكل معين، مليان العاب طبعا. طيب جرافيكس، شوف شلون هذا كله جرافيكس. تمام، يعني كل شيء متعلق بالصور جرافيكس راح تلقاهم هنا، يعني ما راح خلاص انا هنا موجود وما راح اغير. الانترنت لاحظ ايضا برامج الانترنت، شوف هذا كثره، توزيع ضخمه. عفوا بالنسبه للاوفيس، في عندك هنا ليبر اوفيس، وفي عندك قواميس واشياء كثيره. سوفت وير سنتر، حطوا لك الليبر اوفيس مانجر، ممكن انك تركبه من جديد او تسوي صيانه. في عندك هنا الكيدز مانجر اللي ما استخدمته، اوبرا سمارت باكيدز مانجر، هذا يجي مع كي دي اي. سنابتك ابديت، طبعا هذا مثل ما قلت لكم قبل مثل اللي بالفينكس لينكس، عفوا بالبي سي لينكس فينكس، لما اضغط عليه يسوي لك تحديث المخازن. الساوند، وما ادراك ما الساوند، يا سلام. في بانشي هنا، لحظه ما بانشي، بانشي 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 بانشي. طيب احنا ليش بانشي؟ لا 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 موجود، يعني بانشي موجود هنا، موجود بالإدوكيشن، يعني في خطأ بالتوزيع برضه مرة ثانية. السيستم تقريبا خلصنا، هذا الموجود بالنسبة لهذه. اللي أول مرة طبعا ممكن يشوف الكي دي اي، خلونا ندخل على جولة سريعة بس على مثلا تعدادات سطح المكتب. هذه الفولدر فيو سيتينجز، مو بتعدادات سطح المكتب نفسها. ممكن هنا تتحكم بعض الأشياء الخاصة بسطح المكتب. تمام، لكن مثلا غير خلفية، وين هذا؟ ريفريش ديسكوب لكن الراحت كان موجود هنا. ندخل مرة ثانية كذا هناك. طبعا قاعد أتعلم عليكم شكلي. لا أول مرة أستخدم الكي دي إي بالشكل هذا، لأن المفروض إنك تستخدم الشكل الافتراضي. هذا الفيو ممكن من هنا تعدل. طبعا هذه مو بكل كي دي إي الافتراضية، الكي دي إي الافتراضية تقريبا بسيطة، ما في إلا شريط فوق وبس، ما في شيء ثاني. شريط وفي الإعدادات كاملة، طبعا ممكنك أن تبني سطح مكتب الخاص بك على كيفك. غيرنا خلفية، أبلاي. مثل ما أنتم شايفين فيه يعني شوي ثقل، مو مثل الواجهات الثانية. بس إلى هنا خلصت تقريبا الموجود. أنصح اللي يحب يستخدم نظام جاهز موجود كل شيء، وعنده يعني كارت شاشة حلو رام حلو، يركب التوزيع هذه وخلاص، ما يركب شيء ثاني بعده. كل شيء موجود يا أخي، ما تحتاج شيء. الشيء الوحيد راح تحتاجه ممكن تحتاجه إنك تركب مجرد كيبورد عربي، كيبورد عربي، لوحة مفاتيح عربية، وفار عربية، وش اسمه، ممكن تحتاج تعرب الواجهة. طبعا تعرب الواجهة سهل. تحميل التوزيع، عشان ما حد يقول لي من وين حمل التوزيع، حلو بالإنترنت صح؟ ما أحب إذا بس يلا غير مشكلة. من وين تحصل التوزيع؟ طيب خلينا جوجل. alright، كل عليك تسويه انك تكتب google.com، وبعدين صوتي نشاز ادري خصوصا بعد بسكم هلو، وبعدين اكتب هنا بي سي لينكس او اس هلو، راح ينقلك للموقع حق البي سي لينكس. طبعا هذا هو اول موقع. هذا توزيع موجود هنا، هذه فول مونتي. انزل راح تحصل، طبعا الافضل انك تحمل تورنت يعني اسرع شوي، ممكن احيانا ممكن ما يكون سريع، لكن غالبا سريع التورنت.
هنا فيه تعريف على المونتي. من هنا التحميل عن طريق التورنت، هذا اللي انصح عشان يعني يساعد الشباب. عفوا مو من هنا، من هنا. هذا التحميل المباشر اللي ما انصح به. ليش؟ لان تتحمل دي في دي، انت دي في دي كبير، خلوه على التورنت واستريح. الى هنا انتهي. ما انسى اقول لكم يعني لايك وسبسكرايب ومدري ايش، طبعا ما هي بطرارة، بس خلونا ننشر لينكس بقدر الامكان علشان الناس اللي ما تعرف لينكس تعرفه. احد عنده افكار، احد عنده شيء، احد عنده اي شيء، استقبل على فكرة. ولا احد يرسل لي شيء يقول لي اعطني ميلك، ترى ما معطيه ميلي. ليش تعطي ميلك؟ حط سؤالك وحط اللي تبي قدام الناس، خلي الناس تشوفك، يجي حد اكثر خبرة من ينفعك. الى هنا انتهيت، شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mm-hmm.